السلام عليكم يا سنة أولى، النهاردة هنتكلم عن الدرس الثالث في الوحدة الثانية، اسمه إيه؟ اسمه الكسور. تعالوا كده نشوف، عندي هنا دائرة كبيرة، الدائرة الكبيرة دي إيه؟ عبارة عن رغيف خبز كامل. طيب رغيف خبز كامل ده بيمثل لي واحد صحيح، بيمثل لي رقم إيه؟ واحد صحيح، تمام؟ طيب لو أنا دلوقتي عندي الرغيف ده وعندي أنا وأخويا عايز آكل الرغيف ده، هعمل إيه؟ هقسمه لإيه؟ هقسمه لنصفين، نصفين متساويين. تمام كده؟ يبقى انا كان عندي رغيف كامل قسمته لايه؟ نصفين متساويين. قسمته او كسرته لايه؟ لجزئين. اهم حاجه ان الجزئين عندي يكونوا ايه؟ متساويين. طيب تعالوا نشوف، انا كسرته صح؟ كسرته يعني انا همثله بكسر. الكسر ده عامل ايه؟ اول حاجه بكتب رقم واحد ده ايه؟ ده الجزء الملون. يبقى رقم واحد ده عدد الاجزاء الملونه. طيب هو اسمه كده؟ لا، ده اسمه البسط. اسمه ايه؟ البسط. تمام؟ بعد كده بعمل ايه؟ بعمل شرطة كسر. بعمل ايه؟ شرطة كسر. طيب وبعدين هكتب ايه؟ هكتب عدد الاجزاء الكلي. عدد الاجزاء الكلي عندي كام؟ الواحد اثنان. يبقى انا عندي كام جزء؟ عندي اثنان. يبقى تاني الكسر عندي بيتكتب ازاي؟ اول حاجة فوق بكتب البسط، وده بيمثل لي ايه؟ عدد الاجزاء الملونة. وبعد كده بعمل شرطة كسر. بعد كده بكتب ايه؟ بكتب المقام. المقام ده بيمثل لي ايه؟ عدد الاجزاء الكلي. يبقى الشرطة دي أو الكسر اللي عندي ده اسمه إيه؟ اسمه نصف. تمام؟ تعالوا كده بقى نحل الأسئلة. بيقول لي ضع علامة صح أسفل كل شكل مقسم إلى قسمين. قسمين بس كده؟ لا، قسمين متساويين. يبقى أهم حاجة عندي هيكونوا إيه؟ متساويين. تعالوا نشوف أول شكل عندي. عندي هو متقسم إلى قسمين، بس القسمين دول متساويين؟ لا، أنا عندي جزء صغير وجزء إيه؟ كبير. يبقى مش هعمل عليه علامة صح. تعالوا نشوف الجزء اللي بعده. الرسمة اللي بعدها بتمثل لي ايه؟ برضه مقسم الى قسمين. طب القسمين دول متساويين؟ انا عندي القسم اللي فوق ده كله يساوي القسم اللي تحت. اقدر اقول عليه نصف؟ هقدر اقول عليه، فهعمل عليه علامة صح. طب يلا نشوف الشكل اللي بعده. عندي اهو الشكل متقسم الى قسمين، قسمين متساويين. عندي اهو الشكل ده مثلث، والشكل اللي قصاده مثلث برضه ايه؟ متساويين. يبقى هعمل علامة صح. تعالوا نشوف اخر سؤال. بيقول لي اكتب نصف اسفل الشكل اذا كان الجزء الملون يمثل نصفه. يمثل ايه؟ نصفه. تعالوا نشوف كده اول شكل. انا قلت اول حاجه بعملها ايه؟ بشوف عدد الاجزاء الملونه. عندي هنا كام جزء ملون؟ واحد. وبعد كده بحط شرط كسر. وبعد كده بحط تحت المقام بيمثل لي ايه؟ عدد الاجزاء الكليه. عندي كام جزء؟ ادي واحد اثنين. يبقى هنا الجزء الملون يمثل عندي ايه؟ نصف. طب تعالوا نشوف الصوره اللي بعدها. عندي دائرة فيها جزء ملون وجزء غير ملون، هل الجزء ده يساوي الجزء ده؟ لا، يبقى مش هقدر أقول عليه نصف عشان عندي قسمين غير متساويين. تعالوا نشوف آخر صورة. عندي مثلث مقسوم إلى قسمين، القسم ده يساوي القسم ده صح؟ يبقى هقدر أقول إن الجزء الملون هنا عندي بيساوي واحد على شرطة الكسر، بعد كده عدد الأجزاء الكلية اللي هما كام؟ اثنين، يبقى هيمثل عندي نصف. يلا كده يا سنة أولى نشوف بقى حاجة تانية. أنا عندي برضو تاني رغيف كامل، بس أنا دلوقتي بقينا كام فرد؟ بقينا ثلاثة. فأنا عايزة أقسم الرغيف عندي ده على ثلاثة، يبقى هقسمها لكام جزء؟ ثلاثة أجزاء. تمام؟ أهم حاجة إن الثلاثة أجزاء يكونوا إيه؟ متساوية. طيب تعالوا نمثلهم بكسر زي ما أنا عملتها في النص. هعمل إيه؟ عندي عدد الأجزاء الملونة اللي هي بتمثل لي البسط، كام جزء؟ واحد. طيب على شرطة الكسر، بعد كده بحط المقام تحت اللي هو عدد الأجزاء الكلية، عندي كام جزء؟ واحد اثنان ثلاثة. يبقى الكسر ده هسميه ايه؟ هسميه ثلث. طب يلا كده نحل الأسئلة عليه. بيقول لي اكتب ثلث أسفل كل شكل إذا كان الجزء الملون يمثل ثلثه. تمام؟ تعالوا بقى كده نشوف، عندي كام هنا جزء؟ عندي ثلاثة أجزاء. الجزء الملون كام جزء؟ واحد، يبقى أحط واحد في البسط. وبعد كده شرطة الكسر. تحت المقام بحط فيه كام؟ واحد اثنان ثلاثة، عدد الأجزاء الكلية. طيب تعالوا نشوف الشكل اللي بعده. هنا عندي كام جزء ملون؟ جزء واحد، بس مش متقسم لأجزاء متساوية. أقدر أقول عليه كسر؟ لا، يبقى مش هقدر أحط عليه ثلث. طب تعالوا نشوف الشكل اللي بعده. عندي ثلاث دوائر، عندي الجزء الملون كام؟ ثلاث دوائر متساوية. الجزء الملون عندي كام؟ واحد. وبعد كده أحط شرطة الكسر. عندي عدد الأجزاء الكلية اللي هي في المقام كام؟ ثلاثة. يبقى الكسر عندي هنا إيه؟ ثلث. طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي لون ثلث كل شكل من الأشكال الآتية.
يعني هعمل ايه؟ هشوف عندي ثلاث مربعات مقسمة لأجزاء متساوية، هاجي الواحد بس منهم هعمل ايه؟ هلونه. يبقى انا كده لونت جزء واحد من ثلاث اجزاء، يعني بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي ثلث. طب يلا نشوف الشكل اللي بعده. عندي هنا ثلاث مثلثات متساوية، صح؟ هلون منها كام؟ هلون واحد بس. يبقى انا لونت جزء من ثلاث اجزاء، يعني بيمثل لي كسر ايه؟ ثلث. يلا نشوف الشكل اللي بعده. عندي هنا شكل مقسم الى ثلاث اجزاء متساوية، عايزة الون كام جزء منهم؟ هلون جزء واحد. يبقى انا كده لونت جزء من كام جزء؟ من ثلاث اجزاء، يعني بيمثل لي في الكسر ايه؟ ثلث. تعالوا بقى كده سنة أولى، أنا عندي رغيف خبز كامل، المرة دي هكسره على كام جزء؟ هكسره إلى أربع أجزاء، قلنا أهم حاجة إن يكون أربع أجزاء إيه؟ متساوية. طيب دلوقتي لو جيت قسمته على أربع أجزاء، عايزة أمثله الكسر زي ما أنا عملت في الثلث وفي النصف، عملت إيه؟ كنت باخد الجزء الملون وده بقول عليه إيه؟ البسط، هنا عندي الجزء الملون كام؟ واحد، وبعد كده بحط شرط كسر. بعد كده في المقام بحط ايه؟ بحط عدد الاجزاء كلها، عندي كام جزء؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، يبقى هنا الكسر ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي ربع، بيمثل لي ايه؟ ربع. طب تعالوا يلا نحل الأسئلة مع بعض، بيقول لي ضع علامة صح أسفل كل شكل مقسم على أربع أجزاء، أربع أجزاء ايه؟ متساوية، يبقى أهم حاجة عندي تكون الأجزاء متساوية. هنا بص كده في أول شكل عندي الشكل ده مقسم إلى أربع أجزاء، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، الأربعة متساويين؟ يبقى هحط عليه علامة صح. عندي هنا دائرة مقسمة إلى كام جزء؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أقدر أحط عليها علامة صح؟ لا. نشوف الشكل اللي بعده، مقسم عندي إلى أربع أجزاء، هل الأربع أجزاء متساوية؟ يبقى هعمل عليه علامة صح. آخر سؤال معانا النهاردة سنة أولى، بيقول لي لون ربع كل شكل من الأشكال الآتية، يعني أنا هلون جزء واحد من الأربع أجزاء اللي عندي، أنا عندي هنا أربع أجزاء متساوية، هلون منهم كام جزء؟ واحد بس، يبقى أنا كده لونت جزء من أربع أجزاء، يعني بيمثل لي كسر إيه؟ ربع. نشوف الشكل اللي بعده، عندي دائرة مقسمة إلى أربع أجزاء متساوية، هلون منهم كام؟ هلون منهم جزء واحد. جزء واحد من أربع أجزاء، يعني أنا بلون إيه؟ ربع الشكل.